ولو قال قائل: ما القدر الذي تجب فيه الفدية من الشعر؟ فالجواب أن المشهورة من مذهب الإمام أحمد أن الثلاث الشعرات فيها دم، لأن أقل الجمع ثلاثة، وأما ما دونها فيطعم مسكينا عن كل شعرة. ولكن الصحيح أن الفدية لا تكون إلا فيما تندفع الأذية بقطعه حتى يصدق عليه أنه ترفه، ولكن لو أخذ ولو شعرة واحدة متعمدا فإنه آثم. في القاعدة الشرعية لا يتم امتثال الأمر إلا بفعله كله، ولا يتم الامتثال بالنهي إلا بتركه كله.